وافق البرلمان التركي على مذكرة تشكيل لجنة صداقة مع جمهورية مصر العربية وليبيا. وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد طرح مشروع قانون للبرلمان من أجل تشكيل لجنة للصداقة البرلمانية مع مصر في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بولاند توران إن الحزب قدم لرئاسة البرلمان مشروع تأسيس لجنة للصداقة بين جمهورية التركية ودولة مصر، ويأتي الإعلان وسط تصريحات إيجابية تصدر عن البلدين وتؤسس لعودة العلاقات بين مصر وتركيا بعد تراجعها بشكل كبير. وفي ظل أجواء من التقارب المعلن تكثفت بوادره في آذار الماضي. وحول هذه التطورات يتحدث أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون برهان كوروغلو، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ترمز إلى انطلاق فصل جديد من العلاقات السياسية التركية المصرية بشكل علني وواضح بعد التقارب على المستوى العسكري والاستخباراتي. ويرى كوروغلو أن الآلية الأساسية لتمكين التقارب هي أن تتم من خلال البرلمانين التركي والمصري بهدف تعزيز التواصل السياسي وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين، وكلها آليات طبيعية من أجل مصلحة الطرفين. ويعتقد كوروغلو الذي يتابع الملف عن كثب من اسطنبول أن الطرفين يسيران على خطوات ثابئة لرأب الصدى. ويعرب كوروغلو أن تركيا تريد تقاسما عادلا للثروات في الشرق المتوسط دون أن يكون ذلك على حساب أي أحد، وتعرف أن اتفاقية مصر مع اليونان قد تفقدها عشرات آلاف الكيلومترات، بينما تقاسم المياه بين مصر وتركيا ستستفيد منه مصر وتركيا معا. ويشير إلى أن تركيا بدورها تريد أن تساهم برجوع مصر إلى دورها بعد الأزمات في موقف متفهم واحترام متبادل للحقوق في الشرق المتوسط، لا سيما مع وجود علاقات تاريخية وتجارية بين البلدين.